كل سنة بتم إنتاج آلاف من ألعاب الفيديو. سنة 2020 لوحدها تم إنتاج فيها فوق 10,000 لعبة جديدة. فنحن كلاعبين صار عنا فائض جداً كبير من الألعاب الجديدة. الواحد منا صار ما يعرف شو يلعب وشو يترك. فبهالفيديو سويت لكم تصفية لكل الألعاب اللي نزلت آخر 10 سنوات واخترت لكم أفضل 10 ألعاب مميزة لازم كل جيمر يلعبها مرة على الأقل في حياته أو مرة قبل ما يموت. بس الألعاب رح تكون سينجل بلاير أو لعب فردي، ما رح يكون في ألعاب أونلاين بهالفيديو. فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ بس حاب أنوه إنه هذا الفيديو داخل بالجيفوي الشهري على مقود القيادة الخاص بالألعاب واللي سعره يقدر ب1000 ريال. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك، ورح أعلن عن الفائز بفيديو التوب 10 القادم. وهذا الفيديو برعاية ريد بول وفي بطولة رهيبة منهم. أدري إنه عدد جدا كبير من متابعيني بيلعبوا على الموبايل، عشان كذا ريد بول سوت بطولة ضخمة للعبة ببجي موبايل وبجوائز 12,000 دولار. طبعا البطولة تيمز أو أفريقيا ومتوفرة للاعبين بالكويت، البحرين، عمان والإمارات، وروابط تسجيل لكل دولة موجودين أسفل الفيديو بالوصف ما عدا الإمارات رح أضيفها قريبا إن شاء الله. طبعا البطولة مثل ما قلت لكم تيم أو أفريقيا، ففي شرط بسيط اللي هو لازم على الأقل لاعبين بالفريق يكونوا ساكنين أو من هالدول. التسجيل جدا سهل، ادخل على لينك الدولة اللي بدك تسجل فيها وبعدين راح تلاقي فوق registration، روح هناك عبي بياناتك وسجل، وبعدين راح تلاقي في سيرفر خاص بالديسكورد، ادخل على الديسكورد عشان تتواصل مع المنظمين. فيلا روح وشاركوا ولا تضعوا على نفسكم بجائزة قيمتها 12,000 دولار. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة 10 من الألعاب اللي لازم تلعبها عنا سلسلة ألعاب باتمان أركم، وبالذات لعبة باتمان أركم سيتي وأركم نايت. شفنا كتير ألعاب سوبر هيروز أو أبطال خارقين خلال السنوات الماضية، بس ما في ولا لعبة منهم وصلت لمستوى باتمان أركم سيتي وأركم نايت من الإبداع. باتمان أصلاً يعتبر من أكثر الشخصيات المعروفة والمحبوبة، فلما تجيب شخصية نفس باتمان وتسوي لها لعبة قوية راح يطلع لك لعبة من أفضل الألعاب اللي نزلت هالجيل. ألعاب باتمان أركم رهيبة من ناحية الجرافيكس، من ناحية أجواء مدينة جوثم السوداوية مطبقينها بشكل جدا رهيب باللعبة، ومن ناحية القصة تقريبا رح يمر عليك جميع أعداء باتمان وأكثر واحد كان خرافي هو الجوكر. وأخيرا وأهم شيء من ناحية الجيم بلاي، الجيم بلاي أو نظام اللعب كان جدا ممتع، نظام القتال الفايتنج كان فعلا يحسسك إنك باتمان. فسلسلة ألعاب باتمان أركم لازم تلعبهم مرة على الأقل في حياتك، ولو ما تقدر تلعبهم كلهم على الأقل ألعاب باتمان أركم سيتي أو أركم نايت. في المرتبة 9 عنا لعبة رح تخليك تسافر إلى جميع أنحاء العالم وأنت قاعد في بيتك، لعبة مايكروسوفت فلايت سيميليتر. لعبة مايكروسوفت فلايت سيميليتر أو محاكي الطيران بالعربي هي بكل بساطة لعبة بتخليك تسوق طيارة وتدور فيها جميع أنحاء الكرة الأرضية. أيوة مثل ما سمعتوني، فينك تروح وتسافر على أي منطقة على كوكب الأرض، جميع البلدان وحتى البلدان العربية، والجرافيكس أو الرسومات شبه واقعية مثل ما شايفين، وعادي بعض الناس يخربطوا ويفكروها لقطات حقيقية. طيب ممكن حد يسأل شو فكرة اللعبة أو شو الهدف منها؟ ما في أي هدف، فكرة اللعبة بكل بساطة إنك تختار الطيارة اللي تعجبك وتسافر للمنطقة اللي بدك إياها بالعالم. وعلى فكرة فينك تروح على مدينتك باللعبة وتروح عند بيتك ورح تلاقيه موجود بنفس التفاصيل، لأن هم مبانين العالم كله باستعمال خرائط الجي بي اس.
فصراحة هاي اللعبة استثنائية ومميزة عن أي لعبة ثانية. فكرة إنك تعيش حياة الطيار وفينك تروح لأي منطقة بالعالم وأنت قاعد ببيتك على البي سي أو الإكس بوكس شيء ما يدخل للعقل، ولازم تجرب هاللعبة على الأقل مرة في حياتك. بالمرتبة الثامنة عنا أفضل وأكثر سلسلة ألعاب رعب محبوبة واللي هي Resident Evil. أول جزء للعبة Resident Evil نزل عام 1996 وآخر جزء نزل هالسنة عام 2021، وكل سنة بيزيد جمهور اللعبة أكثر، وكتير بيعتبروها من أفضل ألعاب الرعب بالتاريخ، لأن ألعاب Resident Evil دائما بيكون فيها قصة رائعة وجيم بلاي أو نظام لعب جدا ممتع مليء بالأكشن، وأهم شيء جو الرعب والخوف دائما موجود. طبعا في 15 جزء للعبة Resident Evil، وعنوان هالفيديو هو ألعاب لازم تلعبها مو سلاسل ألعاب، فأفضل أجزاء بالسلسلة يلي لازم على الأقل تلعب واحدة منهم هم Resident Evil 2 المحسنة على البلاي ستيشن 4، Resident Evil 4 و Resident Evil 7. وإذا ما تقدر تلعب إلا جزء واحد فروح مع Resident Evil 4، لأنه عدد كبير من الناس بيعتبروه أفضل جزء بالسلسلة ومن أفضل ألعاب بالتاريخ. بالمرتبة السابعة عنا اللعبة العبقرية Portal الجزء الأول والثاني. بورتال لعبة جدا مميزة ومستحيل تلاقي أي لعبة تشبهها. فكرة اللعبة بشكل مختصر هو أنك أنت شخص عالق بمبنى لوحدك ما بتقابل أي شخص ثاني، وفي شخص يكلمك عن طريق السماعات ويقلك شو لازم تسوي، وأنت باللعبة ما عندك أي شيء غير هذا السلاح. هذا السلاح مجرد ما تطلق على مكان معين رح يسوي فتحة، وبعدين تطلق على مكان ثاني رح يسوي فتحة ثانية، وبصير هالفتحتين يوصلوا على بعض، وبس هذا الشيء الوحيد اللي عندك، ولازم تحل كتير ألغاز صعبة عشان تطلع من أماكن أنت محبوس فيها عن طريق هالسلاح. فاللعبة تحتاج تفكير وذكاء بشكل جدا كبير، ومعظم اللاعبين اللي ختموا اللعبة قالوا إنهم صاروا أذكى بالحقيقة من وراء هاي اللعبة، لأنه اللعبة كلها ألغاز تحتاج تفكير عشان تحلها. ومو بس كذا، قصة اللعبة جدا رهيبة. ايه اللعبة مو بس ألغاز، لا في قصة وليش انت محبوس هنا وكذا، قلت لكم في شخص يضل يتكلم معك. فقصة اللعبة جدا مؤثرة وكوميدية بنفس الوقت، فلعبة بورتل لازم تلعبها مرة على الأقل في حياتك، تجربة جدا رهيبة. بالمرتبة السادسة عنا سلسلة ألعاب دارك سولز. إلى الآن تكلمنا بالفيديو عن لعبة تحسسك أنك بطل خارق، تكلمنا عن لعبة رعب، تكلمنا عن لعبة تحتاج ذكاء، بس حالياً هنتكلم عن أهم عنصر بألعاب الفيديو واللي هو الصعوبة. ومعروف أنه ما في لعبة أصعب من ألعاب دارك سولز. وتوضيح بسيط، مو بس ألعاب دارك سول، لا، في شركة اسمها فورم سوفتوير هي اللي تسوي ألعاب دارك سولز. عندهم غير ثلاثية دارك سول، عندهم لعبة ساكيرو شادو داي توايس، وعندهم لعبة بلاد بورن. فلازم على الأقل تلعب لعبة واحدة من هالألعاب في حياتك عشان تجرب شعور الصعوبة والتحدي الرهيب. والشيء الحلو إنه هالألعاب مو بس صعبة وخلاص، يعني اللاعبين ما بيلعبوها عشان الصعوبة، لا، جرافيكس رهيب، نظام اللعب والجيم بلاي ممتع، وقصص الألعاب جدا رهيبة كمان. وإذا محتار أي لعبة تلعب من هالخمس ألعاب اللي هم ثلاثية دارك سولز وبلاد بورن وسكيرو، فسويت تصويت على تويتر وأكثر لعبة صوتولها هي بلاد بورن، وكمان قرأت كتير ناس بيعتبروها أفضل لعبة بالسلسلة. بالمرتبة الخامسة عنا التحفة القصصية لعبة The Last of Us. See, I believe everything happens for a reason. لعبة The Last of Us الجزء الأول عدد كبير من اللاعبين ومنهم أنا نعتبرها أفضل لعبة بالتاريخ، وهذا الشيء بيرجع لعدة أسباب. أولاً الجرافيكس، اللعبة كانت نازلة على البلاي ستيشن 3 وكان الجرافيك تبعها رهيب، وبعدين نزلوها على البلاي ستيشن 4 وكان الجرافيك لسه أفضل. غير كذا الجيم بلاي أو نظام اللعب فيها كان جداً ممتع، وأهم سبب هو القصة.
قصة لعبة The Last of Us جدا حزينة ومؤثرة، وتعتبر من أفضل قصص للألعاب بالتاريخ. بتشوف فيها العلاقة الأبوية بين شخص فقد بنته وبنت صغيرة فقدت أهلها، وكيف هذا الشخص اللي هو جو بيعتبر هالبنت مثل بنته وبيحميها بعالم مليء بالزومبي والقتلة. وبالنسبة إلي هي أول لعبة أدمع فيها وأنا قاعد ألعبها. وغير القصة، أجواء اللعبة جدا رهيبة، إنه كيف العالم مليء زومبي والأماكن كلها مهجورة وفي عصابات بكل مكان، وموسيقى اللعبة كمان جدا رهيبة. طبعا هذا الكلام كله عن الجزء الأول للعبة The Last of Us. في الجزء الثاني يلي نزل من سنة، وفي كل شيء رهيب نفس الجزء الأول ما عدا القصة. القصة خربوها بالجزء الثاني، فنصيحة إنك تلعب الجزء الأول بس وتعتبر هو النهاية وخلاص. بالمرتبة الرابعة عنا سلسلة ألعاب Grand Theft Auto GTA، وبالذات آخر جزء GTA V. طبعا ادري في بداية الفيديو قلت لكم انه ما رح اتكلم عن العاب الاونلاين، وانا حاليا قاعد اتكلم على GTA V كاللعبة الاساسية، طور القصة مو طور الاونلاين. كثير منا ركز على طور الاونلاين بلعبة GTA V ونسينا انه طور القصة باللعبة شيء جدا رهيب. العالم بلعبة GTA V يعتبر أكتر عالم نعش، أكتر عالم فيه حياة وفيه حركة مستمرة. ما في أي لعبة ثانية فيها نفس عالم GTA. حرفياً وين ما تتطلع بالعالم بتلاقي في حركة، في سيارات، في شرطة عم تلاحق عصابات، في سواقين تاكسي عم بيسووا شغلهم، في ناس عم يعملوا رياضة الصبح. حتى لو تتطلع على السماء راح تلاقي هليكوبترات وطيارات، لو تتطلع على البحر راح تلاقي سفن شغالة. غير كذا عالم اللعبة متنوع بشكل جداً كبير. بالمدينة نفسها عندك قسم للأغنياء، قسم للفقراء، قسم للعصابات، عندك الأرياف اللي تعتبر مدينة ثانية مستقلة، عندك جبال كلها أشجار وخضار في كل مكان فينك تتسلق عليها، فينك تروح على البحر وتغوص بأعماق البحر وتكتشف أسرار مثل غواصات مهجورة وغيرها. تنوع مو طبيعي الصراحة، وهذا كله غير مهمات طور القصة الأساسية باللعبة. الحين القصة نفسها ما هي خرافية نفس The Last of Us، بس ممتعة إنك تلعبها والقصة مقبولة نوعا ما. فألعاب GTA وبالذات آخر واحدة GTA V لازم تلعبها مرة على الأقل. بالمرتبة الثالثة عنا اللعبة الغنية عن التعريف ماينكرافت. لعبة ماينكرافت نزلت من 10 سنوات وإلى يومنا الحالي تعتبر أكثر لعبة يلعبوها الناس بالعالم. وإذا شفت فيديو أكثر 10 ألعاب يلعبوها العرب راح تعرف إنه هي بالمرتبة الأولى، لأنها لعبة موجهة لكل فئات العمرية والكل فينا يستمتع فيها، سواء أطفال، مراهقين أو حتى كبار. بس نحن حاليا ما رح نتكلم ليش اللعبة ناجحة، لا رح نتكلم إنه ليش لازم تلعب ماينكرافت على الأقل مرة في حياتك. من شوي في لعبة GTA قلت لكم إنه عندك كثير أشياء فينك تسويها وعندك حرية جدا كبيرة، بس لو بتقارن GTA مع ماينكرافت فGTA راح تطلع ولا شيء. ماينكرافت حرفيا تقدر تسوي اللي تبي، عندك الحرية الكاملة عشان تبني وتسوي أي شيء تبيه في لعبة ماينكرافت. وكل شخص فينا عنده نوع من الإبداع مدفون جواه، فلعبة ماينكرافت تسمح لك تطلع كل إبداعك فيها. على مدى سنوات شفنا لاعبين بنوا أشياء لا تصدق بلعبة ماينكرافت، في ناس بنوا مدن كاملة جوا اللعبة. غير الحرية الكاملة، اللعبة فيها قصة ومهمات فينك تلعبها. فإذا لسه ما لعبت ماينكرافت ولا مرة لازم تجربها وتعطيها فرصة وتطلع كل الإبداع اللي بداخلك جوا اللعبة. بالمرتبة الثانية عنا لعبة The Witcher 3 Wild Hunt. لعبة رائعة من كل النواحي، من تصميم العالم والمناظر الخلابة اللي موجودة باللعبة، من الأجواء والموسيقى الساحرة. هاللعبة بمجرد ما انك تمشي بالعالم على الحصان وتشوف الأجواء والموسيقى راح تعطيك شعور استرخاء واندماج بعالم اللعبة مو طبيعي. غير كذا قصة اللعبة جدا قوية لأنها مبنية على رواية The Witcher، رواية جدا مشهورة. والحلو باللعبة إنه ما في خط واحد تمشي عليه، لا تقريبا بكل المهمات وبكل المواقف بيعطوك الخيار، هل تبي تقتل هالشخص ولا لا، هل تبي تقول الحقيقة ولا لا. فدائما بيعطوك الخيار إلك
وبالأخير رح تجيك نهاية على حسب خياراتك، وفي عدة نهايات. ومن شوي قلت لكم أنه عالم لعبة جي تي اي أكثر عالم في حركة وناس دائما. The Witcher مو نفس جي تي اي، أقل شوي، بس الحلو فيها أنه معظم الشخصيات اللي بتشوفهم عشوائي باللعبة بيكون إله اسم وقصة، ولو بتمشي وراء أي شخصية عشوائية راح تلاقيه على مدى اليوم عم بيسوي أشياء مثل أي شخص حقيقي، مو نفس جي تي اي شخصيات يتمشوا أي كلام وخلاص. فعالم اللعبة مليان تفاصيل رهيبة، يعني عادي تسوي مهمة جانبية مو رئيسية وتاخد معاك ساعة تقريبا. ورح أعطيكم مثال بسيط عشان تعرفوا كيف اللعبة مركزة على أدق التفاصيل. داخل لعبة The Witcher في لعبة بطاقات أو كروت، وهي اللعبة المفروض شيء فرعي مو شيء أساسي، ما له علاقة بقصة اللعبة، بس كانت لعبة البطاقات جدا ممتعة لدرجة أنه الناس صاروا يلعبوا The Witcher عشان لعبة البطاقات بس. وبعدين الشركة حولت لعبة البطاقات هذه إلى لعبة مستقلة موجودة على الجوالات اسمها Gwent، ونجحت بشكل جدا كبير. فهذا المثال يعطيك فكرة على أن كيف الشركة مركزة على أدق التفاصيل بهاللعبة. قبل نروح على المرتبة الأولى، عنا ألعاب تستحق الذكر، يعني ألعاب كان مفروض تكون بالفيديو بس ما قدرت أوسعها. Let's go, pal. Mr. Bond. Who prove worthy, paradise awaits. بالمرتبة الأولى عنا لعبة Red Dead Redemption 2. لعبة Red Dead Redemption 2 فيها تقريباً كل شيء ذكرته بلعبة The Witcher. فيها جرافيكس رهيب، مناظر خلابة، عالم نعش، كل شخصية بتشوفها بيكون إله اسم وقصة، يعني نفس لعبة The Witcher. بس في ثلاث أشياء خلت هاللعبة بالمرتبة الأولى ولعبة The Witcher بالمرتبة الثانية. أولا رسومات أو جرافيكس هاللعبة أفضل من لعبة The Witcher. ثانيا نظام اللعب والقتال جدا سهل وبسيط على عكس The Witcher اللي كتير الناس كانوا يشتكوا منه. وأخيرا القصة، قصة لعبة The Witcher جدا رهيبة وعميقة، بس مشكلتها إنها مبنية على رواية طويلة جدا، فعشان تفهم القصة وتعرف كل شيء لازم تقرأ الكتب، تلعب الألعاب القديمة، وصعب إنك تفهمها من أول مرة، على عكس لعبة Red Dead Redemption 2. قصة بسيطة ما فيها أي خيال، مبنية على الكوبويز بأمريكا، بس القصة جدا رهيبة ومحبوكة ومؤثرة بنفس الوقت. عشان كذا كتير بتلاقي ناس على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي مغيرين صورتهم وحاطين صور شخصيات Red Dead من كثر ما تعلقوا بالشخصيات والقصة الرهيبة. فلازم على الأقل تلعب Red Dead Redemption 2 مرة في حياتك. فأي يا شباب، هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات هل تأيدني مع هاللستة، وهل في لعبة تشوف أنها تستحق تكون بهالفيديو وأنا ما ذكرتها. إذا في أتمنى تكتب اسم اللعبة بالتعليقات. وبس، كان معكم شركيا وشركة كيش، كم فيديوهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.